مساء الخير عليكم. كنا ابتدينا الأسبوع اللي فات سلسلة الألحان والطقس للقداس بتاعنا. وصلنا النهاردة للفويس رقم 8 من الطقس مع باشمهندس أرساني. النهاردة بنكمل الفيديو التاني لمردات الشماس في الهيكل. كنا المرة اللي فاتت حفظنا مع بعض مردات الشماس لتقديم الحمل، النهاردة بنكمل وبندخل على مردات الشماس في وشيت الإنجيل. طبعا أشيط الإنجيل بتبتدي بأن أبونا ماسك الشورية بيبخر بيقول شليل، شماس واقف بره ماسك البشارة والصليب وبيرد على أبونا. وطبعا الديتيلز دي كلها والمعلومات دي كلها هنعرفها مع باشمهندس أرساني في فويسات الطقس. أبونا بيقول شليل، فاحنا بنرد عليه اي بي بروسيف كي ستار ثيتي زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات. وبعد كده أبونا بيقول جزء بينتهي عند فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك. فاحنا بنرد صلوا من أجل الإنجيل المقدس، تاني صلوا من أجل الإنجيل المقدس. سيمبل، مفيهوش أي حاجة، مفيهوش أي هزات، مفيهوش أي تطويلات، مرد بسيط خالص. بس المهم إن احنا نظبط التون والنغمة والطبقة بتاعت أبونا. لو قالوا هادي زي ما اتفقنا بنقول هادي، لو قالوا عالي بنقول عالي. آخر مرة صلوا من أجل الإنجيل المقدس. وبعد كده الشماس بيدخل بيستنى أبونا علشان بيعملوا مع بعض الدورة جوه الهيكل. وبعد كده الشماس بيمسك الصليب وبيقف، المفروض ان هو بيقول المرد الجاي دوت بملء صوته، الكنيسة تترج علشان بينبه الشعب ان هم يقفوا يسمعوا الانجيل بخوف بخشوع بتركيز. المرد بيقول قفوا بمخافة الله لسماع الانجيل المقدس. فطبعا المرد واضح وصريح، بس احنا عشان بنقوله بالقبطي فممكن ما نكونش فاهمين قوي، بس لما بنفهم دلوقتي فاحنا لازم نعرف احنا بنقول ايه، وفي نفس الوقت ان المرض ده مهم جدا ان الناس تركز في الانجيل. بنقوله ازاي؟ في البداية طبعا هقول هقرأ القبطي بتاع المرض. كل سطر هقول الكلمة بتقول ايه. عندنا في السطر الاولاني الكلمة بتقول ستا ثي تي، ستا ثي تي. احنا قلنا اول حرف اللي هو شبه السي هو السيمة، وقلنا ان هو بيتنطق صين، والسيمة غير الحرف اللي في النص اللي هو ثيتا. ثيتا انا بطلع لساني ثيتا ث ث، لكن سيمة انا بنطق سين عادي، ففي فرق. بقول ستا ستا ثي تي، ستا قلت السين عادي، ثي تي طلعت لساني عشان اقول الث. وطبعا قلت ستا مش استا، مش استا لان مفيش ايه قبل السيمة ومفيش ينكم على السيمة، فبالتالي ما كسرتش الحرف. وده الفرق بين ان انا لما بحفظ ابتي ابتي بيخليني اقول المرد والنطق بتاعه سليم 100%. انا بوصل للمرد سليم من غير اي غلطات، من غير اي حاجة، من غير اي حروف زيادة او نطق مش سليم. تاني سطر عندنا ميتا فو فو، ميتا فو فو، ميتا فو فو ثاو ثاو ثاو. الابسلون اللي هو الحرف اللي عامل زي النخلة دوت، او الحرف اللي عامل زي الفي شوية، لما بيجي قبله او ميكرون بنقوله او، كأن كده بنهيب ه بس هادية كده ما بتبانش قوي يعني. ميتا فو فو ثاو ثاو، تمام. تالت سطر ا كو سو مين تو، ا كو سو مين تو. هنا في بوينت مهمة جدا ان الالفا عليها جنكم. طيب احنا قلنا الجنكم لما بيجي على حرف فهو بيكسره، بس هنا في الحالة ديت عندنا ان الجنكم لما بيجي على حرف متحرك ما بيعملش اي حاجة، والحرف المتحرك اللي هو الالفا منها، الالفا من الحروف المتحركة. الجنكم هنا ما بيعملش حاجة، ما بيكسرش الألفا، ما بيكسرش الحروف المتحركة، بس بينبهك ان انت تقول النطق بتاع الألفا.
يعني هو ما بيعملش حاجة غير ان هو عايزك تقول الالفا بطريقتها بس. يعني بقول اكوسومين، احنا عارفين ان الالفا بتتنطق فهنا لازم اقولها اكوسومين تو، اكوسومين تو. وفي السطر الرابع نفس الكلام برضو بالنسبة للجينكم، نفس الدور بالظبط لانه نفس الحرف وفي نفس الوقت هو حرف متحرك، فهنا بيخليني او بينبهني ان انا اقول اجيو، او ان انا اقول الالفا اجيو اف انجيليو، اجيو اف انجيليو. يبقى تاني نقراها مع بعض، ستا ثي تي ميتا فو فو ثا او اكوسومين تو اجيو اف انجيليو. الطريقة بتاعته ستاثيتي ميتافوفو ثيو اكو سومنتو اجيو اف انجي معلش هو مرد يعني مش صعب، بس في نفس الوقت لازم نحفظه بكده علشان لما بنقوله بنقول مرد مهم جدا ان احنا لازم نركز في الانجيل. هقوله تاني ستاثي تي ميتافو فوثيو اكو سومنتو اجيو او 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 اف انجي اي 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 اليوم. اخر مره ستاثي تي ميتافو فوثيو اكو سومنتو اجيو او او اف انجي اي 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 اليو. وبكده نكون خلصنا تاني فيديو اللي هو مردات الشماس في أشية الإنجيل.